السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: إشادة سعودية غير معهودة بالحوثيين في مقابل تحذير ناري لصنعاء إلى السعودية، التصعيد سيكلفكم الكثير. وإلى التفاصيل. أشادت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بخطوات صنعاء الأخيرة لأول مرة منذ بدء الحرب على اليمن قبل سنوات. ووصف مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية السعودية عبد الله آل هتيلة قرار صنعاء بفتح الطرق بقرار الشجعان، مشيرا إلى أنه يعكس الحرص على رفع معاناة السفر على كاهل المواطنين. وكان عبد الله آل هتيلة يعلق على خطوات صنعاء الأخيرة في مأرب وتعز. وكانت صنعاء قد أقرت فتح طريق جولة القصر في تعز لأول مرة منذ بدء الحرب على اليمن قبل 9 سنوات، وذلك بعد أيام قليلة فقط على قرارها فتح طريق مأرب وسط تفاعل من قبل السلطات المحسوبة على الإصلاح في تلك المحافظات. وفي المقابل وجهت حكومة صنعاء رسالة إلى السعودية حذرتها فيها من التورط في التصعيد ضد الشعب اليمني إرضاء لأمريكا ردا على عمليات صنعاء المساندة لغزة. وقال محافظ ضمار وعضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي في تدوينة على إكس: رغم مماضلة السعودية في استكمال تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة برفع الحصار كليا ودفع مرتبات الموظفين وإطلاق سراح الأسرى وسحب قواتها من اليمن، إلا أننا لم نلجأ للتصعيد منذ انتهاء الهدنة في مايو 2022. مضيفا: لجوء السعودية للتصعيد ونحن في حالة حرب مباشرة مع أمريكا من أجل فلسطين سيكلفها الكثير. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.